بيحصل بقى دلوقتي؟ دلوقتي بيتم عملية التفريغ بتاع الأمن. عملية تفريغ الأمن. وده اشترط العربية دي برضه. اه. زي الدراجة في الجيب بتاعتها جاية. تمام. وده اشترط برضه. وخدوا الدراجة بالسلامة الغدة والتموين والزراعة والمقاطع. كده هيتم التفريغ على النور. اه. كده بعدها لابد تدخل عملية التفريغ بقى. تمام. يتم عملية التفريغ. كله بطرق كده زي ما انت شايف. زي ما انتم شايفين اقبال المواطنين على توريد ده مصدر محصول التعليم عام صومعه شريف الكوم. قول لي الصومعه دي مساحتها قد ايه وكم صومعه؟ الصومعه دي كبرتها 30,000 طن. تمام. السعه التخزينيه بتاعتها 30,000 طن، مكونه من 6 خلايا. تمام. كل خليه بتاخد 5,000. تمام. احنا لحد دلوقتي داخلين حوالي على 20,000. 20,000 طن. اه. ده المسموح ان احنا نخزن فيها 20 25. اه. عشان بنسيب. قول لي قول لي السنه دي الغله اخبارها ايه؟ السنه دي هي اصلا كانت اختياري. اه. فالعمليه ماشيه غير بالظبط لان هي اختياري. اه. ما حكموش على حد مني. تمام بس الغله كويسه يعني السنه دي. بالنسبه للمحصول. اه. قمح مش ما فيش زيه ما كانش هيبقى كده. ايه بقى سبب التغيرات المناخيه اللي حصلت بقى؟ الجو. الجو ده مش الجو كمان هم زرعوا عرفوا السلاوة النظيفة اللي هي لين وزرعوه. تمام. فدي اللي ساعدت علينا الحبات بقى حبات قمح. تمام. ده زي ما انتم شايفين قدامكم ده مرار بيعدي على النقطة. زي ما انتم شايفين القمح نازل. عايزين نعرف الاقبال السنه دي كان اخباره ايه؟ الاقبال كان يعني كويس جدا جدا مش مفيش اقل ما انا بقول لك اهو احنا قدرتنا 20 كان في زحام على طول كان في دايما طوابير على طول هي بس لسه الايام دي بس اللي بدات تروح يعني كنت مثلا انت بدات في يوم كام؟ بدانا في 900 900 طن في اليوم اه بدأت 300 وجيت على 300 اه وصلت 600 احنا بقى لنا قد ايه دلوقتي بن بالظبط شهر و20,000 ده بنسبه كويسه جدا يعني هو قدرتنا بنبدا نخش على اللي هي 25,000 ليه بقى لما بنبقى في اقبال لقينا قمح تاني هو كده تقريبا هنضطر ليها تاني دي طبعا زي ما انتم شايفين دي ست خلايا بسعة 20,000 طن لا بسعة 30 30,000 طن اه صومعة 5,000 تمام صومعة بتاخد 5,000 طن زي ما شايفين ده
توريد محصول القمح الذهب الاصفر في احدى صوامع حفظة المنوفية، صومعة شبين الكوم، اقدم صوامع الحفظ، بتاعت 30,000 طن، 6 صوامع بتاعت 6 خلايا بتاعت 30,000 طن.